بسم الله. دلوقتي لو انا عندي الملف بتاعي وعايز اديله بعض الحماية بحيث محدش يقدر يعدل فيه او محدش يفتحه اصلا، فلازم نشوف ازاي اتحكم في الموضوع دوت من غير البرنامج خالص. هو مجرد الادوب اكروبات برو العادي بتاعنا، هقول له فايل بروبرتس. تمام، اول حاجة هنا السكيورتي، بقول له هنا انا عندي اختيار العادي بتاعي نو سكيورتي، مفيش اي حماية خالص. فبقول له لا، انا عايز باسورد سكيورتي. بيقول لي انا ممكن امنع ان اي حد يفتح المنفذ اصلا، ممكن يكون انا باعت مثلا لكل موظف المرتب بتاعه كام، فمش عايز حد يشوفه غير الموظف دوت. فبقول له خد الباسورد اهو، فبديله باسورد. تمام، طيب ممكن اكون انا عايز ابعته للناس وكل الناس تقدر تفتحه بس محدش يقدر يعدل فيه او يطبعه. فاجي هنا اقول له لا، ممنوع الطباعه وممنوع ان حد يعدل. طب انا عايز لا هو يطبع بس ما ينفعش ان هو يعدل في اللوحه، فاقول له يطبع مثلا بدقه قليله. تمام، بحيث ان انا لو عجبه الشغل نظره عامه من غير ما اشوف التفاصيل، من غير ما يطبع حاجه حلوه، لو اداني فلوس اقول له هاي ريزوليوشن. طيب هل هو من حقه ان هو يعدل؟ شينش قال له هو في المفروض ان لا، فبقول لا خليه من حقه ان هو يعمل انسيرت او ديليتنج، من حقه ان هو يملا الفورمه اللي موجوده، من حقه انه يعمل كومنتات، ببدا اشوف ايه الحاجات اللي هي من حقه. بنحاول ان هو يعمل ينسخ النصوص والصور وكل حاجه من الملف ده ولا لا. تمام، احنا في مجال مرابيه طبعا سامحين باي حاجه، اي حد يطبع ياخد المعلومات، ما فيش اي مشكله خالص. بعد كده بيقول لي اكتب الباسورد، فبقول له مثلا كيو دبليو اي ار 1 2 3 4، اديك عرفت الباسورد. اوكي، بقول له كيو دبليو اي ار 1 2 3 4. اوكي، وهعمل سيف كنترول اس. بعد كده لما هاجي هنا في البروبرتيز هلاقي ان هو بيديني ان في حاجات مسموح بيها وحاجات مش مسموح بيها. تمام، خلي بالك هنا لما بتيجي تقول له فايل بتلاقي مسموح ان هو تطبع، فبقول له بروبرتيز، بقول له شينش غير لي المعلومه ديت، فبقول له مش عايز حد يطبع نان. اوكي سيف، واقول له فايل، هلاقي ان مش من حقه ان هو يطبع. لما تدخل في البروبرتيز بتلاقي نوت الاود. تمام، فكده انا قدرت اتحكم في ايه المسموح وايه اللي غير مسموح. تمام، سيف كده، بقى من حقه ان هو يعمل اي تعديل ويطبع وياخد اللي هو عايزه منها. تمام،